بيز إسماعيل تتكلم عن أنس الشهيب وقام رتائي تؤكد علاقتها بالسيلاوي، شاهد المزيد من التفاصيل. أكدت بيسان إسماعيل أنها حكت كل شيء في مقابلتها مع كارول، وأكدت أيضا أن المقابلة ستنزل في الأيام المقبلة، وبهذا سيتمكن كل المتابعين من معرفة حقيقة انفصال أنس وبيسان. من جهة أخرى، قمرت طائي في آخر ستورياتها حكت أنها لا تؤمن بالحب في هذه الفترة، وأن الحب الحقيقي يكون بعد الخلافات والمشاكل. وهل هذا الشخص راح يكفي معك حياته رغم كل الخلافات؟ الأغلب توقع أن قمرت طائي تقصد الفنان السيلاوي، خصوصا أنه جمع هم خلاف في الفترة الماضية، لكن الفنان السيلاوي يحاول في هذه الفترة بكل الطرق أن يصالح قمر الطائي وأن تعود علاقتهم كما كانت. فشو رأيك أنه يخصص هذا الخبر؟ جايز، هلأ خلصنا أحلى مقابلة مع أحلى إنسانة كارول. استنوا المقابلة يا جماعة، كتير كتير بتجنن يعني صراحة، يعني فيها كتير شغلات. حكينا كل شيء، حكينا كل أسئلتكم جاوبت عليه. ان شاء الله بتشوفوها قريبا للمقابله، وكثير انبسطت معك وتشرفت فيكي. انا كمان عن جد اول مره بتعرف على بعض وخلص. ايمتى حتنزل المقابله؟ لا مو بدنا بسرعه. نحن عم تمزحي، خلص قربت يا جماعه.